بابا حبيبي، انت شنو اللي صار؟ يعني شلون صار هذا الفيديو؟ ليش انتشر؟ وش وقت هذا الفيديو تتذكره؟ يعني ما اتذكر اي شيء، بس مجرد ان الفيديو يعني نشر شفته انا اصلا تفاجأت، انصدمت بنفسي اصلا اللي صار، وما اتذكر اي شيء ابد. مش ما اتذكر ولا كنت بوعي، وكنت يعني صغير. 6 سنين ولا 5؟ 6 سنين يعني عمري. من 6 سنين نشروا هسه، وهددوني قالوا لي اعطيني شده لو انشر الفيديو. ورا 10 سنوات؟ ورا 10 سنوات نعم. نشروا الفيديو. تمام. مؤلم. اي طبعا. يعني اطفال. وهذا هذا همين، هذا رساله للعوائل انه ضروري تحافظوا على اولادكم وتبعدوهم من اصدقاء السوء. تابعوهم متابعه حقيقيه. لا هم يعني شباب واطفال كانوا بعمر الورود يلتقون بالمسابح والمتنزهات. فحدثت هاي الاشياء بيناتهم على الفطاريه من الاطفال وبراءه الطفل. استغلها ضعاف النفوس وخلوا هذا الشيء هسه قاموا يسوون بيدو. يعني هاي الامور يعني هي البعض يصورها بسيطه، لكن هي قد تولد الى مراحل اكبر. يعني شوف هسه مذول يقول ان شالوا وهو راح يشيل، يعني تصير قتول، تصير بها جرائم كبرى. يعني هي ما يصورون شنو هي هاي الامور، يعني اللي هو يصورها بسيطه. يعني هاي اثرت على سمعته، على حياته، على نفسيته. يعني هذا كل ما يكبر راح يصير عنده هاي العقده بداخله اللي هم سببها هاي التصرفات الصبيانيه. احنا نقول هو تصرف يعني من كانوا هم اطفال صغار، لكن هسه كلهم هم كبار بعمر فاهمين. يعني لازم هسه هذا يكون عنده يعني خوف من هالقضيه. يعني خوف، وهم المتهمين اللي صورهم اكبر من عنده بالعمر. يعني هم نقول هسه بعد مهم اطفال. ايش قد فرق بيناتهم؟ حوالي بالله عمايتهم فوق ال 25 سنه. هسه ايش قد عمرهم؟ هسه هو ما يقارب واحد منهم 30، واحد 28. يعني اكبر منك 15 سنه. كبار، متزوجين ومخلفين. ونشروا الفيديو؟ نشروا الفيديو. واحد منهم ما متزوج وعمره 25 سنة وهذا اللي هدده. زين، فأنا أعرف اسمه إذا تحب. لا لا، إحنا شوف، إحنا قضية تحقيقية من علاقة. إحنا نريد نقول للناس، نقول لهم يا أبي دير باكم على أولادكم، كونوا حذرين من هاي السوشيال ميديا وهاي المصايب اللي تصير، كونوا حذرين من القضايا السلبية اللي موجودة بالشارع. ممكن إنه أولادكم في أي لحظة يتعرضون لابتزاز.